السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. تفضل استراحة. تفضل. إن أبطال القوات المسلحة تهون أرواحهم ودماؤهم عليهم فداء لكل حبة رمل من ثرى مصر المقدس، فكان تكريمهم حافزا ودافعا قويا لهم لاستكمال المسيرة. سيادة الرئيس، نستأذن سيادتكم في بدء التكريم. مقدم أركان حرب محمود يعقوب محمد عبد الشهيد، قائد الكتيبة 351 مشاة اللواء 116 مشاة ميكانيكي. الاشتراك في القضاء على البؤر الإرهابية بجبل يلق وجبل الراحة. نقيب معتز وجدي مصطفى محمد، الكتيبة 118 استطلاع عام، الفرقة 18 ميكانيكي، الجيش الثاني الميداني. رقيب محمود محمد كليب مهدي، مدرسة المظلات، قيادة قوات المظلات. شارك ضمن عناصر قوات المظلات في تصفية عناصر تكفيرية شديدة الخطورة. رقيب حسن محمد محمد حسن، مجموعة العمل الخاص، قيادة قوات الصاعقة. الاشتراك في مداهمة اللجمة باتجاه جبل المغارة وتميزه في أدائه كفرد رشاش متعدد. جندي مصطفى صلاح إمام علي، الكتيبة 537 ميكانيكي، اللواء 136 ميكانيكي، الفرقة 18، القيام بتصفية عنصر تكفيري بمنطقة جلبانة. جندي أسعد عادل حسن عبد الله، الكتيبة 351 مشاة، اللواء 116 مشاة ميكانيكي. الاشتراك في القضاء على البؤر الإرهابية بجبل يلق وجبل الراحة.